هاد أكلة غزوية أصلية. الله الله الله، السلام عليكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. شو بدك تعملي لنا اليوم؟ نطبخ سمعية طبيخ العيد. سمعية؟ نعمل بالحفلات وبالعيد. نعمل في الحفلات وبالعيد. أكثر شيء بنعمل سمعية. إن شاء الله. يلا نروح نطبخ. يلا عفوا. كيف؟ يلا. علينا المية السماقة، بنحط الملح. بعدين بنحط كيلو سماق. هي الطبخة الكبيرة. طبعا بتكون حاطة مية. مية مغلية. حط مية مغلية، بعدين تحط السماق بتخليه يغلي، يعني غلوتين يعني؟ يعني ربع ساعة بده. قديش سماق حط بدك تحط؟ كيلو؟ تقريبا كيلو عشان يكون في حامض. عشان يحرق السماق. حطيت ملح بالأول وبعدين حطيت كيلو سماق. طفة كبيرة على الطنجرة هذه الطنجرة. بدي أحط السيرجة لقيتها. شوية زيت حطيتها لقيت. شوية قلت بنحط اللحمة. عشان السلفة شوية، يعني اللحمة بس تاخد لون بس، بعدين بتحط عليها مية. تمسك حاجة ثلاث روس توم هنا بدنا نطحنهم مع الجرد. قديش جرد ناشفة؟ يعني ثلاث معالق. ثلاث معالق لكمية كبيرة هذه. لقيت بنحط الحمص بعد ما نبلنا اللحمة شوية. قديش كمية الحمص؟ قد ما بتحبوا يعني الحمص انت نقعاه؟ كنت مخزنه في الفريز. ايوه كنت مخزنه في الفريز عند الحاجة بتاخدي عند الحاجة. ايوه يعني تقريبا قديش نقع فيه الحمص؟ 8 ساعات؟ عادي ساعتين ثلاثة عادي دغري بس يعني مش مشكلة يعني ساعتين ثلاث ساعات؟ لا مش مشكلة. يعني بتحطيه مع اللحمة وبتسويه مع اللحمة، بتحطوا مية؟ قلت بنحط له بس شوية مية مش كتير يعني صحن صغير، لأنه بكت لحمة، اللحمة بكت مية هي يعني بدهاش كتير. 2 مج مية على اللحمة والحمص، نسيبهم حوالي يعني نص ساعة ما يستويوا. يعني نص لتر مية حطيته؟ يستويوا بعدين نطبقهم مع بعض. نطفي الغاز ونستنى ما يبرد عشان نعصره ونطبخه على السريع ونعمل الطبخة كاملة. يعني لقيت السماق غلي بتطفيها لقيت؟ لقيت نطفي الغاز. اوكي. لقيت بدي احط مق سيرج. نحط تقريبا 10 روس بصل الطبخة بتاعتنا. يعني تقريبا 2 كيلو. يعني زي كيلو ونص. 2 كيلو. كيلو ونص 2 كيلو بصل. نغطيها 10 دقائق بس يتبل البصل. سلفحنا البصل هاي زبدة البصل بنحط السلق. قديش السلق كمية؟ هم 6 كيلو صفي 4. يعني بعد ما نظفتيه وفرمتيه صفي 4 كيلو صفي. غطيه 5 دقائق عشان يدبل شوية بعدين نكشفه. يعني بتغطيه 5 دقائق قبل ما يدبل شوية. لقيت بدنا ندير اللحمة عليه بعد ما سلفحناه والبصل. طبعا دبل هذا يعني. دبل ونص استوى يعني مش كتير استوى شوية 10 دقائق. يعني بتحط اللحمة هالقيت عليه؟ بنحط اللحمة عليه والحمص على السريع والبصل. نخليه هيك شوية 10 دقائق بعدين نشقلبه. ندير السماق عشان يبرد. هات معلقة. يعني بتاخد المية تبعت السماق بس؟ ايوه بس المية تبعته. هي المية الحموضة اللي فيها. نحط الطحين على السماق قد نص كيلو ادوبه ولما تستوي اللحمة اديره عليه. يعني لقيت اللي عصرت كل الكمية عصرت. ايوه عصرت كل السماق عصرتي طلعت الخلاصة تبعته. لو ظل شوية تفل ناعم ما بأثرش مع المية. لا بأثرش.
يعني هو ما فيش عيارات 100% ثابته، هي بالعين يعني. هي يعني بعدين في ناس بيعملوه جامد وفي ناس بيعملوه طرف. يعني اذا لقيتيه جامد طري شويه ميه، واذا لقيتيه مرق حط شويه طحين ما بيأثرش قد مغرفه يعني. ما بيأثرش بالمره. ايه ده؟ قالتنا نرفع الغطاء نحط الدقه اللي هي التومه والجراده. لازم تضلها مع التومه بربع ساعه خلي تخش فيها طعم التومه. الدقه التومه والجراده يخشوا بعض او قديش؟ ربع ساعه. ربع ساعه. بعد ربع ساعه بعدين نحط السماق والطحين مع بعض. هلقيت احنا بدنا نحط التتبيله. ضايله. اول الشطه. الشطة هذا حسب الذوق، اللي عنده أطفال يكون حريص. وماجي وملح. شطة حسب الذوق وماجي. معلقتين قد ما بدكم يعني. ممكن نستغنى عنه الماجي؟ لا هو أساسي كمان زكي. ماجي بيعمل طعم زكي. معلقتين ماجي. ومعلقة ملح عشان في عليه ملح السماق. سماق مالح، سماق أو حامض. والماجي مالح كمان. والماجي مالح. يعني معلقة ملح؟ معلقة ملح حطينا. هيك بحط السمنق والطحين اخر مرحله. هيك بنضلنا نحرك لما تستوي يعني ابو 10 دقائق هيك. يعني 10 دقائق تعتبر استوى. بعدين بنصير بنحط الطحينه وبنحط اخر مرحله الطحينه، لان ما بنحبش نحطها مع الطحينه. هي طحينة اخر مرحلة. طيب ليش طحينة اخر مرحلة؟ في ناس بتحط طحينة هلقيت بتحط طحينة. بتحدد بالاكل بالذاكرة. يعني هو السر تبعها انه الطحينة اخر شيء بعد ما يعمل فقاقيع هذا الاخيرة تعمل فقاقيع وتخلص يعني بيجي ربع ساعة هي تعمل تستوي فيها. وهي بتعمل. بعدين اخر مرحلة بنحط طحينة. بنحط طحينة ونستنى عليها لما ايش زي هيك تصير. يعني اول ما تبقبق زي هيك استوت حط له طحينة. قديش طحينة تقريبا؟ طحينة كيلو هذا بدها عشان فيها بركة الطنجرة. الطحينة بسموها برا، في ناس ما بتعرفش الطحينة، الطحينة هي من السمسم. السمسم مطحون وبنعمل طحينة بيحكوا عنها في ناس. حرك حرك. في ناس تحكي عنها الراشي. صح؟ في ناس تحكي عنها الراشي. الراشي. هي طحينية. طحينية. هي من السمسم هي بتنعمل، سمسم فقط سمسم. يعني ما بعرف طحينة. كثير بسأل شو هو حركة الحينة؟ شو هو اسم ثاني؟ صحة وعافية وسلامة سالمين. زايدين مش خاسين. خلص طفي. طفي؟ طفي خلص. نسكب القال؟ خلص بدنا نسكب. القال جاهزة بدنا نسكبها. طفي. خلص اطفي بس. سمية قال جاهزة، ألف صحة وعافية. وسلامة سالمين. هيك جاهزة ما بتحلى إلا بزيت الزيتون، وأنا بحب أكل معها خبز القمح الكامل. يا عين لما تطلع مع كل لقمة تطلع شكفة لحمة إشي من الخيال، أكتر من روعة مع الفجل كمان والفلفل الأخضر الحار. هذه أكلة غزوية أصلية ومع البندورة. الله 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 على الجرجير. يا سلام. صحة وعافية. الله يعافيك ويسلم ايدك يا حاج. عجبتك؟ 100% سلم ايدك. اليوم الأكلة زاكية ما شاء الله يعني. إن شاء الله عجبتكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. تمام وكثير كثير طيبة. يا الله اكتبوا لها بالكوا بدكم اياها تظهر في الفيديوهات، اكتبوا لها تحت بالتعليقات وان شاء الله تطلع لكم تعمل لكم وصفات فلسطينيه او أصلية. اذا كان بدكم اياني طياره بس خذوني على طول، بعمل لكم ايش ما بدكم طبخات. طياره والله بس ما خسر يا حاج هذا عليهم. لا هم المربع. انت المربع. بربحوني انا زياده. السلامه. يا امان الله. مع السلامه. عملتوا بخير ان شاء الله.